السلام عليكم متابعي قناة أم آدم. أحمد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله في أفضل الأحوال يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم واحد الفطائر بواحد العجينة اللي سحرية، واحد العجينة اللي عجيبة. يمكن لك تحضر بهذا العجينة بأشكال بزاف ديال الفطائر، أي شكل كيعجبك يمكن لك تشكلي منها. أنا شكلت منها ثلاثة الأشكال كي كتشوفوا، الشكل الأول ميني بيتزا، والشكل الثاني خبز ساندويش أو الهامبرغر، والشكل الثالث درت الميني بطبوط. بالنسبة لهاد العجينة صراحة زوينة وكتنفع بزاف في تحضيرات رمضان. تبعوا معايا لا فيديو إلا بغيتو تعرفوا على المكونات ديالها. مكونات استعملت هنا 10 الكيسان بالنسبة لقياس العنبة، 10 الكيسان ديال الدقيق الخاص بالحلويات اللي كنستعمل معكم ديما، وجوج كيسان ديال الدقيق فينو، جوج معالق كبار نيدو، معلقة ديال السكر سنيدة، معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، والملح حسب الذوق، وكاس إلا ربع الزيت. صافي، هادو هما المكونات وغادي نجمعو بالماء. نضع سكر سنيدة، خميرة، والملح، وغادا نضيف عليها هاد معالق ديال النيدو. اللي عندو نيدو يستعملو، ما عندوش ماشي ضروري، غير هو الدور ديالو انه كيهشش لينا هاد العجين. صافي، غادا نخلط هكا ونضيف الزيت. غادي نضيف هاد كاس الا ربع زيت، وغادا نبقى نضيف الماء تدريجيا حتى يتجمع ليا هاد الخليط. صافي، غادا ندخل هاد الدقيق مزيان ونجمع هاد الخليط ديال الدقيق. العجينة ما تكونش قاسحة وما تكونش مخوفة. صافي، دابا غادي نجمعها ونطلقها. دابا من بعد مني جمعت العجينة غادي ندلكها غير هنايا فوق سطح العمل. غادي ندلكها مزيان ونخليها ترتاح. كي قلت لكم ما تكونش العجينه ما تكونش كتاكل عليها، ما تكونش كتلصق. ملي تكونوا كتجمعوها ما تكثروش الماء، ما تكثروش الماء باش ما تجيكمش كتلصق. ضروري تبقى العجينه صلبه نوعا ما باش تعاوننا ملي نكونوا كنطلقوا فيها تخدم لينا. صافي، دابا انا غادا ندلكها هنا شويه وغادا نوضعها هنا في اناء ونخليها تختمر، ومني تخمر نتلاقاو ان شاء الله. ها هي العجينه ديالي من بعد مني دلكتها، كتجي على هذا الشكل. دابا غادا نوضعها في اناء، وقلت لك قلت لكم نوضع على شويه ديال الزيت، وغادا نوضعها في هذا الاناء ونخليها تختمر ونتلاقاو. العجينه ديالي من بعد مني خمرات ليا شويه كي كتشوفوا، ما تخلوهاش تخمر بزاف باش ما تعذبكمش في الخدمه. صافي، غادي نحيدها. وغادي نجمعها هكا شويه، راه كتجي زوينه، كتجي رطبه كي كتشوفوا. صافي، دابا غادي نجمعها مزيان باش غادي نقطعها. يمكن لكم تقطعوها على القياس
اللي بغيتو ديروا هاد الفطائر ديالكم على خمسة الأجزاء ولا أربعة ولا اللي بغيتو. أنا غدا نديرها غير على ثلاثة بسم الله. صافي غادي نجمع هاد الكويرات ديالي ها هما. انا كي قلت لكم نديرهم على ثلاثة، غندير وحده غنخلي وحده للبطبوط، غندير وحده هنا للبطبوط وحده للبيتزا وحده بالنسبه للخبز ديال الساندويتش. ناخذ اول وحده ونرش الدقيق صوت الفقس اللي رجينا، وغادا نبدا نسرح بالمدلك. ها هي بالنسبه من بعد مني سرحتها. بالنسبه للسمك ديالها ما كنديرهاش انا رقيقه بزاف، هاد العجينه غادي نديرها انا البيتزا كي كتشوفوا ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، عاوتاني الا خليتوها غليظه كتجي كثيره بزاف العجينه، ولا خليتوها رقيقه كتجي قاصحه. المهم يكون متوسطه كي وريتكم حيت مازال كتنفخ. دابا انا غادي نقطعها بالاطار اللي بغيتو، خذوا القياس اللي بغيتو. انا غادي نبدا نقطعها صافي. غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل هاد العجين. دابا غادي ندوزو العجينه الثانيه اللي غادي نشكلها على شكل ميني بطبوط. نرش شويه ديال الدقيق وغادي نطلقها حتى هي كيف خدمنا مع الميني بيتزا. دابا من بعد ملي طلقتها غادي نقطع هاد الميني بطبوط بنفس هاد القياس هو اللي نستعمل انا. نتوما كي قلت لكم عندكم الحريه ديال الاختيار ديروا اللي بغيتوا، انا كيعجبني هاد القياس. المهم غادي نقطع العجينه
غادي نكمل بنفس الطريقه. ملي غادي نكمل غادي نديرهم في طاوه ونفرش لهم هكا شي زبيه فنكه ونخليهم يخمروا. دابا غادي نخدموا العجينه ديال الساندويتش حتى هي بنفس الطريقه، وغادي نوضعها هنا في سطح العمل وغادي نطلق العجينه مزيان نفس الطريقه كيف خدمنا في العجينه ديال الميني بطبوط والميني بيتزا. هي من بعد ملي طلقتها هي بنفس الطريقه غادي نقطع بنفس القطاعه، غادي نقطع قطع هكا دائريه صافي. غادي نقطع ونطلقها بكم. ها هي الميني بيتزا ديالي من بعد مني كملتها ودرتها في الطاوه، غادي نتقبها هكا بفرشات غير هكا صافي وندخلها للفران طيب. بالنسبه للطياب ما طيبش بزاف، غير كتشد راسها غير من التحت كتبقى بيضه صافي. وغادي نخرجها وهذا البطبوط ديالي درته هنا في هذا البلاطو فرشت ليه زويف ونخليه غادي يختمر حتى يخمر ونطيبو معاكم. وبالنسبه لهاد العجينه هي الخبز ديال الساندويتش، غادي ندهنها بصفار بيضاء وضعت معاها قطيره ديال الخل وغادي نخليهم يخمروا. وغادا نرش عليهم شوية ديال الزنجلان هكا من الفوق صافي، ونخليهم يخمروا وندخلهم للفران يطيبو. بعد مني خمل ليا البطبوط ديالي خديت مقلاة درتها كتسخن وغادا نبدا نوضع فيها الخميرة ديولي. صافي وكيف كتشوفوا كيف ما كيبان ليا بدا كيتنفخ، غير واحد شويه كنقلبو غير كنحس بيه بدا كيشد راسو وكنقلبو. صافي وكنبدا نقلبو ملي كيبدا يطيب بحال هكا. ها هما كي كتشوفو راه كيجيو منفوخين. دابا صافي غادي نبقى مستمره حتى نكمل الكميه ديالي ونطلقها. ها هما البنات الفطائر ديالنا من بعد مني وجدو كيجيو على هذا الشكل، كنقدمهم لكم بالصحه والراحه. بالنسبه للميني بيتزا كتجي غزاله البنات، كتجي زوينه وكتجي رطبه وكتجي هشيشه. وبالنسبه للخبز ديال الساندويتش حتى هو كيجي زوين وكيجي رطب. الشكل الثالث اللي استعملنا الميني بطبوط كي كتشوفوا حتى هو كيجي زوين وكيجي خاوي ورطب من الداخل. انا غادي نفتح معاكم تشوفوهم. بالنسبه للميني بيتزا شوفوا كيف كتجي، كي قلت لكم راه شيشه وكتجي رطبه. شوفوا كي كتجي راه كتجي غزاله البنات، كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وبالنسبه للخبز ديال الساندويتش كيجي على هذا الشكل حتى هو، راه كيجي خاوي من الداخل كيجي زوين. الميني بطبوط حتى هو كيجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا مهوي من الداخل. صراحه عجينه تستاهل انكم تجربوها وتعتمدوها عندكم في هذا الشهر الكريم. نتمنى كيف ديما الى عجبكم لا فيديو ما تخلوش عليا بلا جيم، والى فيديو قادم والسلام عليكم.
ديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.